النهارده معانا حلواني اكسبشن. عامل ايه بقى يويو؟ ايه كوكيز بالشوكولاته ومحشي بالشوكولاته اكسبشن ابو عايزه، ما انت شايفينها كده تمام، وعامل بسكوت بالزبده برضو ابو كده هما اكسبشن تمام، وبعدين معمول بقى معمول. عامل معمول بالتمر الساده، معمول بالتمر والقرفه، معمول بالتمر والهيل هو الحبهان، ومعمول بالتمر وايه والاسبريسو. تمام، تحب تبدا بايه؟ معمول ولا البسكوت ولا الكوكيز؟ كوكيز. كوكيز طبعا، كنت عارف والله هتقول كوكيز. ده كوكيز شوكولاته، بص بلعب فتح كده تمام اهو. ايه ده؟ ده مقفول. ده حاجه مية مية عشان ما تتكسرش. ناس حلوين قوي على فكرة، ناس حلوين جدا على فكرة. تعرف عمو اكسبشن؟ تعرفه؟ بصوا بقى يا جماعة، عليها قطع شوكولاتة اهو من بره، هي بالشوكولاتة. اتفضل بقى يويو بقى ندوق. هي فيها واحد اتنين تلاتة كده، فيها ستة ستة صح المفروض يعني. لا فيها تسعة. بسم الله. حلو على فكرة. أحلى كوكيز في حياتي. كريسبي، هش من جوه، طعم شوكولاتة تحفة، السكر مظبوط. إيه رأيك؟ حلو جدا. بسكوت بالزبده من حلواني اكسبشن. نفتح برضو نفس الحكايه. حتى هنا انا كتبت الاول اكسبشن في الاول. طبعا انت شاطر اصلك يا عم، انت في حد قدك يا عم. نفتح برضو نفس الحكايه، تسع قطع برضو بشكلها تمام. لونها ايه يويو؟ وايت. بس وايت انا شايف ملح. بسكوت بالزبدة هندوق. لا مش ملح. حلو. جميل جدا يا جماعه، جدا طعم الزبده باين، بسكوت كريسبي وهش من جوه. لا صراحه لغايه دلوقتي تحفه. بص بقى المعمول الساده تمام، فتحناها. فيها اتنين؟ لا فيها واحد. بص مش بحب امسك بقى كده صغيرة، امسك بس. بسم الله. عجينة حلوة جدا، هشة جدا، التمر من جوه حلو، سكره معقول، بس يعني مش ماسكه نفسها قوي تمام، لكن حلو، لكن على طول يعني بتدوق. نخش على ايه؟ القرفه. ماشي نخش على القرفه. القرفه ايه كل ده؟ اكسبشن. اكسبشن متالق صراحه. بصوا يا جماعه ده حجمها، كبيرة من صغيرة ومليانة يعني. كبيرة شوية. تمام. زي الفقرة. زي الفقرة. يقطك. امسك. اوبو كبيرة. شكرا. بسم الله. حلو. حلو نص ونص. طعم القرفة باين. جميلة. نفس الحكايه، العجينه الهشه مش متماسكه قوي قوي يعني. نخش بقى على ايه يا يويو؟ معمول بالتمر من اكسبشن بايه؟ بطعم الهيل. الهيل اللي هو ايه؟ الحبهان. حبهان. وفي قول اخر في بعض الافلام المصريه القديمه يقولون عنه ايه؟ حب هان، يعني الحب هان. انت صغير ما تعرفش الكلام ده، ماشي ولا مش ماشي؟ ماشي. طيب فتحنا.
طب بص انا هدوق. اتفضل. عايز خلي بالك بقى. برضه نفس الحكايه بس طعم الهيل هنا ضعيف مش باين قوي يعني ما تقدرش تفرقه بين العادي يعني. ايه رايك؟ حلو. حاسس بطعم حاجه مختلفه عن الساده؟ صح. اخر حاجه معانا معمول بالتمر والاسبريسو. اسبريسو ده نوع من انواع القهوه فتحناها اخيرا. بص طب انا ايه؟ اوبا ثواني كده. ريحته باينه على طول. باين طعم الاكسسو فيه اكتر كتير قصدي. طعم سبيس واضح. قهوة قهوة. ده احلى واحد. ده احلى طعم. يعني بالترتيب كده ده وبعدين السادة وبعدين القرفة وبعدين الحبان. ايه رأيك فيه؟ حلو جدا. ده احلى واحد صح؟ جميل. ايه رأيك في كله؟ حلو. كله تمام؟ اه. مية مية؟ مبسوط؟ اه. خدت جرعة سكر ممتازة؟ اه. ماشي؟ بس كده دي كانت حلقتنا النهاردة مع حلواني اكسبشن. يا رب تكونوا انبسطتوا معانا. اشوفكم في حلقة تانية مع تقييم جديد. ودايما كده بتتابعونا ولو بتحبونا اعملونا لايك وشير وسبسكرايب وجود جوب وجود جوب اوكي على كله بقى يوتيوب فيسبوك انستجرام تيك توك اللي انتوا عايزينه. تمام. يلا اشوفكم على خير. باي باي. باي باي.